السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ السلام عليكم. طيب، وانا في السوبر ماركت لقيت اللي هو الكشري التيك تيك ده الجاهز، فقلت اجربه وندوقه. انا حضرتك قاعده بره الاملك جوه بلد الكاتو ولعته على الميه، جبنا اتنين اهو. بس انا بصراحه مش فاكره بتعمل واحده، متعوض كده ليه؟ الطريقه بتاعته افتح جزء بسيط من علبه كشري تيك تيك حتى العلامة المحددة على الغطاء، ثم أضف محتويات كيس الصلصة وكيس الشطة. طب اللي مش عايز شطة افتح حلقة لحد العلامة دي كده. المية غليك يا نرق يا ملك. انت بتقول اه خلاص، افتح كده. ايوه لحد العلامة دي كده. بص بقى معاه كيس تقلية وفي صلصة ودقة. وريهم كده من جوه. ودي شطة. ودي معلقية لاف. بص من جوه عبارة عن بص مكرونة وعدس وشعرية ورز، بس ناشفين طبعا، طوبة ناشفين جدا. نعم يا لاف. بقول لك اضف الصلصة والشطة، احنا مش عايزين شطة. نسيت المعلقة دي في الصلصه، بعد كده الميه، صح كده؟ حرقه؟ حتى دقة خشب. مفيش دقة صح؟ هي جوه الصلصة. لوفا بتعملي ايه يا لوفا؟ عايزة تفتحيها؟ نطت في وش، نطت حتة نطة سرقت ورك البطن. بسم الله. اهي بصوا البودره حمراء كده. شفتي كاترينا يا ملك؟ هات هنا يا ملك الناحيه دي. بقول لك حط الصلصه. نفضي بقى ايه كده، ضفنا الصلصه اللي قال عليها. اضف الماء المغلي حتى يزيد عن المحتوى قليلا، وخلي المحتوى جيدا. اقفل الغطا لمده 5 دقائق. استني يا لفا مش هسخن. ماشي كده بقى بنقلب. طب نقلب، اقلب بصباعي. طيب، طب هات المعلقه. هات يا ماما. لا خد المعلقه اللي هنا كده اهو. حطيت الميه، اغطيه بقى واسيبه 5 دقايق. وبعد ال5 دقايق بالظبط هيكون استوى. اعمل لكم العلبه الثانيه كمان ولا بلاش؟ لا ما تعمليش. طيب 5 دقايق ان شاء الله ونشوف. خد كده 5 دقايق. بسم الله. شرب الميه كلها اهو. مفيش ميه خالص؟ لا، احنا هندوق بقى ونقول رأينا فيه. كيس الدقه التقليه اهو. بسم الله. نقلب بقى كويس اهو، وندوق كده. بسم الله. حلو ولا لا؟ اهو كمان اهو. ممكن تجيبي ليمونه من عندك وشويه ملح. بصوا طعم المكرونه حلو جدا، مش معجن، والشعريه باين طعمها، وكمان العدس الاسود ده باين طعمه. هو نفس طعم الكشري بالظبط، مفيش اختلاف عليه. العيب الوحيد اللي فيه ان هو دلع بس، والصلصه بتاعته قليله شويه. بس كده بالنسبه للمحلات بيبقى نفس اللون كده طبعا، غير في حد بيحط الصلصه كتير، لكن هو طعمه حلو جدا. دوق كده يا هدى. دوقته حلو قوي. دوق كده يا ماما. استني ماما تدوق. دوق كده يا ماما. زي اللي زي اللي في الشارع بالظبط، زي اللي بيتباع بره. دي حلاوه. دوقي بس. حلو قوي، بس ناقص ملح. ممكن يعملوا لنا طبق لحمه في علبه، بس اهم حاجه ان هو مش معجن. اهم حاجه الميزه فيه ان هو مش معجن، وطعم الشعريه باين والمكرونه باين وكل باين. هي اتقدمت يا جماعه. المفروض يا جماعه حطوا لنا حبه مكرونه سباكيتي فيه.
بس لكن هو بيصطلى على النبي. ايه ده هو مفهوش او مكرونه سباكيتي صح؟ لا في مكرونه صغيره بس ده بس فعلا بتعمل كشري زي بالظبط مفيش اختلاف خالص وحلو صح يا ماما؟ هو فكره مش معجن حلو جدا عايزين تجربوه يا جماعه. هو 5 دقايق بالظبط يبقى جاهز اهو. هو رشه ملح بسيطه لو ابنك عايز علبه كشري مش قادر تعملي اشتري له علبه او انت مش عايزه بس نفسك من المحلات وكده اهو. بص في كل حاجه في عدس ورز وشعريه ومكرونه وفي تقليه وفي دقه وفي كل حاجه. اتمنى تجربوه يا جماعه. ده كده اول تجربه جربناها النهارده. هجرب لكم النودلز الكوري بقى بعد ما اكلها.